يقول السائل: ما حكم الذبائح التي تذبح بعد وفاة الميت للأصحاب والأقارب وجزاكم الله خيرا؟ لا أصل لهذا، هذه بدعة. الذبح بعد الموت أو عند الدفن أو بعد مضي 40 يوم يسمونها ذبيحة الحفرة، هذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. ومن أراد ينفع الميت يدعو له ويستغفر له، تصدق عنه، هذا هو الذي ينفع الميت. أما عمل البدع فهذا يضر الأحياء ويضر الأموات. نعم.